اعتبر الأمر منتهيا يا أستاذ فهمي. جزاك الله خيرا يا أستاذ فوزي. هيا يا عماد، خذ أخاك ممدوح واذهب إلى الفصل. ولكن الزي المدرسي الخاص بممدوح. لا تشغل بالك بالزي المدرسي، ممدوح له استثناء اليوم. هيا اذهب، اذهب إلى الفصل. أشكرك يا أستاذي. قل يا أستاذ فهمي، أين والد ممدوح؟ لقد تعمدت أن آتي إليك بدون والد ممدوح كي أحدثك عن المصاريف المالية التي يجب أن تدفع لممدوح. لقد وافقوا في مدرسة البنات على تأجيل مصاريف صبا، وكنت أتعشم أن... فهمي، أنا أعلم جيداً الظروف المادية التي تمرون بها. نعم، ولكن... انتظرني، انتظر كي أكمل كلامي. مشكلة المصاريف محلولة بإذن الله، والسبب في حلها هو عماد وضياء. وكيف ذلك؟ سأشرح لك. عماد وضياء أسس معي ناديا ثقافيا ليجتمع به كل الطلبة المغتربين مع باقي زملائهم، وهذا النادي تم تأسيسه خصيصا لحل مشاكلهم المعنوية والمادية، وتمويله قائم على تبرعات أولياء الأمور وأهل الخير. وبفضل الله أتت لنا تبرعات كثيرة، خصصنا جزءا منها لمصاريف غير القادرين، ومنهم بالطبع ممدوح. ناد ثقافي، ما شاء الله ما شاء الله. كل هذا بفضل الله.